جمال هالبلد بكل مكان على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، في ما هو مميز وما هو ساحر وجميل. اليوم أطلعنا إذا رعد رقاد ولا يعني زال هناك في مادبة، إن شاء الله رح نرجع له بسياق حلقتنا. على كل حال الفقرة القادمة رح نحكي فيها عن جهد طلابي لطالبة اسمها عرين أبو الفيلات. عرين بمدرستها ما عم تكتفي فقط بأنها تأخذ دروس وتدرس، ولكن هي أيضا عم تشتغل على مبادرات بتفيد المجتمع وبتفيد صحة الأشخاص اللي حواليها. عرين عاملة مبادرة لها علاقة بمساعدة الأشخاص لترك التدخين، عادة التدخين اللي نحن بالأردن بنقدر نقول أنه إحنا يعني عندنا أرقام مرتفعة جدا في مجال التدخين ما بين كل الشرائح العمرية وبين الجنسين نساء ورجال. للأسف الشديد بدها جهود يعني مؤسسية، بدها جهود فردية وطلابية. عرين صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. شطورة يا عرين، أنا كثير مبسوطة أنه في عنا طالبات مع دراستهم مع شغلهم والأعباء الدراسية اللي إحنا كلياتنا بنعرفها، لا هم أعمالهم بيفكروا بغيرهم، بيفكروا بأنه حابين يعملوا شيء مفيد، فعم بيشتغلوا مثلك يا عرين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. صباح الورد. شو هي هاي المبادرة؟ هلا اسم المبادرة نحو مجتمع آمن خالي من التدخين. هدفنا احنا انه مش بس الاشخاص اللي ما بدهم يدخنوا، هم انه مش انه هدفنا نجبر الشخص على انه يترك التدخين، لا يعني يخففه. ما نقدر نجبر اصلا. تمام، هذا هو، احنا بدنا الشخص يخفف، يحس بالاطفال اللي حواليه، يحس بالناس، بصحته هو، يعني نخفف هذا الاشي قدر الامكان. فإحنا من هاي المبادرات عم نحاول إنه نوصل للناس المعلومة. تمام. فكانت بداية المبادرة بدعم من معلمة والمديرة. أنت الملهمة تبعتك هي معلمة، واحدة من المعلمات أعطتك محاضرة ولا حدا من الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين؟ إجت الجمعية واحدة منهم إنه قالت لي شو رأيك تعملي بالمداخلات، فإنه أنا وافقت وبدعم من المديرة، مديرة مدرستنا، وبدعم من معلمة كمان. فدرست على الموضوع وصلت لتحديت ما انه وصلت له. وصلتي لهون، وهنا المكان اللي وصلتي له كثير حلو كويس. صح. لانه انت استخدمتي اساليب جديده، العلاقه بالصور، العلاقه بالفيديوهات، هلا ممكن كمان نشوف بعض الاشياء اللي انت ابتكرتيها لحتى تساعدي الاخرين بالاقلاع عن التدخين. صح. في قضيه كثير مهمه عرين، لها علاقه بانه الاولاد لما بيحكوا مع اهاليهم بيكونوا مقنعين اكثر من مليون محاضره. صح. واكثر من مليون برنامج توعوي. صح. يعني بتخيل لو انت مثلا ابوك بدخن وحكيتي له رح هيك لامس شيء جواته ويفكر، او مثلا اي حدا اولاده بيجوا بيقولوا له بابا اترك التدخين او ماما اترك التدخين، بتخيل يعني الموضوع بصير يفكر فيه اكثر. انت شو كيف وجهتي الطالبات بانهم يتحاوروا مع اهلهم بهذا الموضوع؟ اول شيء عملت مجموعات، عملت اكثر من محاضره، اخذت اللي عندهم، عرفت شو عندهم، شو تفكيرهم، واعطيتهم اللي عندي. فشرحت اللي عندي، فهمتهم مداره، سلبياته، شو بيعكس على المجتمع، شو بيعكس على الحاله الماديه، يس، على الاقتصاديه، على مكلف. ايوه، فجبنا لهم اياه من كل النواحي، لدرجه انه حسيت في طلاب عم بيقتنعوا فعلا انه احنا وصلنا لمرحله لازم نساعد هذا الشيء، لازم نوقفه، مش بس لنا احنا، برضه كصحه مجتمع. كصحة الطفل كمان، صحة الشخص نفسه. فإحنا ما بنعمل هذا الإشي مشان نغير بنفس الشخص، لا، احنا بنحاول يخفف، يحس بالاخرين، يحس بنفسه وبجسده. تمام، حلو. موضوع التخفيف برضه يعني مفيد، يعني على فكره حتى الاخصائيين بمجال مكافحه التدخين بيقولوا انه حتى التخفيف هو جيد، يعني صح. هو عباره عن طريق او بدايه الخطوات للاقلاع عن التدخين. شو الصور اللي استخدمتيها؟ شو المراجع اللي استفدتي منها؟ أوكي. مين اعطاكي معلومات؟ لانه في معلومات علميه لازم الواحد يستخدمها واشياء معينه. هلا يعني الانترنت ما ترك لنا شيء، ما شاء الله كل شيء فيه. استفسرنا من اطباء، قرانا كتب، استفدنا من اعلانات التدخين. هاي احنا عم نشوف صور من اللي انت مستخدمينها. مزبوط. هاي التوزيع،
هون هيام البخاري لما اجت اعطتنا المحاضره استفدنا منها كثير، وفعلا اختارت العمر اللي صح. ايوه الصح اللي راح يوصل المعلومه. ايوه هذا طالبات هو. المدارس صح. وفعلا هم اللي بوصلوا، هم اللي هلا الجيل اللي ممكن ينشر الاشي اللي بده اياه على السوشيال ميديا. مؤثر صح. فهذا مؤثر الاشي اكثر من الولد. صح. بنحب البنات لانه بنحب نسمع البنات اكثر. تمام. وهي وحده من الصور اللي انت اشتغلتي عليهم، رائع والله. يا عرين، عرين في حدا تبنى معك هاي المبادره ولا انت كنت عم تشتغلي عليها بشكل فردي؟ لا، بشكل فردي اشتغلت عليه لحالي. كنت حابه يكون معك فريق؟ هلا هاي انا فكرت فيها يعني الصراحه، بس ما لقيتي مين فعلا انه بده يشتغل، بده يوصل هذا الشيء. مين اللي عنده دافع انه جد انا بدي اعمل هيك مشان اوصل لهذا الاشي، مشان اغير بشخص او احاول لو ما غيرت فيه يصير في قابليه انه هو عم بفهم، عم توصل له المعلومه، عم بخف، عم بحس باللي احنا عم نعمله وبنتعب عليه. فلا كانت فرديه. في حدا خفف دخان من ورا مبادرتك؟ هلا في ناس فعلا، يعني مثلا انا والدي بالبيت هلا بارجله بس مش دائما. طيب فانا صرت انه بالبيت احكي له انه انت اذا بدك تدخن بدك تعطيني مقابل الماسه اللي بتشتري. ابتزاز. الابتزاز الجميل. ايوه مش غلط اني اراقب. انتوا الجيل هذا يعني بحسبها بالورقه وبالقلم. اوكي تمام، برافو عليك. هي مش مشان يعني مشان طولة العمر والصحه. صح. لانه حلوه هاي الموضوع. بالاخر هم اهلي، هم اللي ربوني، هم اللي بدهم اياني يعني اكون معهم، اضل معهم. فمستقبليا انا رح احافظ عليهم يعني. طبعا. وبنشوف هلا كمان اغلى منهم يعني. صح. فشو ما يكون بالحياه، رحتي لبيت زوجك، لصديقك، لاختك، لخالتك، بالاخر مرجعك والديك. صحيح. فانا حبيت اني احافظ عليهم اول شيء، اني ابدا بعائلتي. فصرت اني اجيبه شوي شوي. صرت اوقف لهم اني اشوف كل شيء جديد بيجي على البيت. حقه واعطوني على قد اللي صرفتوه على الدخان. هيك اعطوني زيه. حلو. أيوه حلو الفكره. فصرت الاحظ انه كثير كثير اصلا بالبيت عندنا ما كثير بتشغل بس وقت الجمال، فصرت احس انه كثير عم بتقل. رائع. يعني بتقعدي بتلاقي بالشهر ما بتشغل غير مره او مرتين. برافو عليكي، برافو. هذا كثير انجاز حلو. وانا يعني بجوز بنهايه اللقاء يا عرين بعرف انه صبيه مثلك ما بتوقف عند حد معين، يعني قلتي لي انه في براسك مليون فكره وحابه تعملي كثير افكار ومبادرات، ايش الشيء اللي عم تشتغلي عليه هلا؟ وما بعرف اذا انت مقبله على مرحله التوجيه، هل رح توقفي نشاطك بهذا الموضوع ولا رح تستمري؟ هلا مرحله التوجيه ما رح اوقف، لانه مش بس كل شيء دراسه. تمام. في لك اوقات فراغ بدك تنظمي وقتك على اساسها بتقدري تحلي كل شيء. برافو عليكي، برافو. فانا انه فكرتي هلا اخر شيء اخذنا بالحلقه اليوم انه التحذير من استخدام وارسال الصور التصوير. صح. ضيفي اللي قبليكي كان دكتور عمران سالم. صح. حكى بهذا الموضوع. ففكرة انه هذا نوعي فيه الناس اللي بالفئة العمرية، الفئة من عمري ال 15 سنة او 11 سنة لفئة ال 18، هم اللي معهم الموبايلات. الصراحة احنا صرنا بمجتمع كله هدول بعدين حريفة على سناب شات. أيوة. اكثر من غيرهم من اعمار. صح. يعني شطورين. فاحنا ممكن نساعدهم لهذا الشيء، نعطيهم مثلا طلبة التوجيه، مو شرط انه الشخص بس يوقف عن قصة التصوير او قصة التليفون. لا، فيك انك انت لما تخلص الدراسة بعض من وقتك بشكل منتظم تقدر تستعمل اللي انت بدك اياه. وحتى كمان يعني الصراحة انه احنا لازم نحاول فعلا نستخدم كل شيء بالمعقول. ايوه بالعقل. يعني الصراحه انه كل شيء افراط وما لا يضر الاخرين. ايوه. صح. اهم شيء. حتى التدخين، يعني موضوع التدخين والتصوير، يعني عم نحكي عن موضوعين انت حر بحالك بس الاخرين. أيوة. بالاخر هم لهم الحق انهم يكونوا محميين بشكل او باخر. هاي لسه احنا كمان عم نشوف صور برضو انت كاني مستخدميتهم بحملتك الاخيره. صور كاريكاتيريه وصور مختلفه لسجائر واراجيل وغيرها. من الاشياء بينت لهم الفئه العمريه هاي انه مش بس السيجاره هي تدخين. هلا احنا لاحظنا انه صار في تطور، الارجيله صارت ارجيله الكترونيه، السيجاره سيجاره الكترونيه. فاحنا مو بس بدنا نحدد على شيء يدوي، لا، صار حتى الالكترونيه بتحسيها تباهي الموضوع. صح. انك وين ما تروحي ماسك الارجيله الالكترونيه وهيك يعني. فبرضه يعني ما بينت لهم انه بس السيجاره الخطر،
لا كل أشكال أيوة كل التدخين، وأنت أشكال مستخدمة التدخين صور لهذا الموضوع. صح. عرين أبو الفيلات، شكرا يا حبيبتي، موفقة إن شاء الله إن شاء الله إحنا بالسنة أنت القادمة، أنت عندك توجيهي، إن شاء الله وإن شاء الله بنسمع بالإضافة للمعدل الحلو إن مبادراتك شاء هي الله كويسة بتفيد المجتمع. أكيد. حبيبتي ولا عرين شكرا. شكرا مسلم. شكرا، أهلا وسهلا. مباشرة وين رح نروح يا سالم يا حسين؟ فاصل.